السؤال يطرح نفسه، هل الجامعة صعبة؟ كيف نتعاملوا معاها؟ لي كونترول كيفاش؟ صعب بزاف نخرجوا لي موديل وما نخرجوش، وخايفين انه نعاودوا العام وما ننجحوش. اليوم ان شاء الله بزاف تسألوا راح نجاوب عليها، وكامل كيفاش ان شاء الله كي نخدموا في الجامعة ونتحكموا في دروسنا ونفهموهم ان شاء الله درس بدرس، وما هي اكيد اللي ممكن تنصحنا بهم يا استاذة نمشيوا عليهم خلال العام الدراسي تاعنا في السمستر الاول والسمستر الثاني، ونخرجوا لموديل كامل ونطلعوا ان شاء الله التخصص تاع السنه الثانيه والتخصصات الاخرى ان شاء الله. قبل ما نبدا في الفيديو تاعي في تفاصيل اكثر تاع الفيديو والمعلومات، ما تنساوش دائما وابدا نذكركم تحطوا جيم للفيديو، تكومونتيو لي فيها، تبارطاجيو مع كامل اصدقائكم وزملائكم. كذلك يا حلوين الا كان جديد اول مره تشوفوا لا فيديو هذا، ما تنساوش تابونيو لي في لاشين بالضغط على زر سبسكرايب الاحمر وفعلوا زر الجرس كي يصلكم اي جديد نبداو على بركه الله في الفيديو تاعنا اليوم ان شاء الله. طلابي والسؤال يطرح نفسه، استاذه فهمينا كيفاش اول حاجه الجامعه هي عباره عن تعب وسهر ليالي وتمرميد كبير ودروس وأسئلة وحل وممارسة وتمارين وتشري وتوجد وكل شيء، لأنه الفكرة أصلا كاملة أنه الجامعة لا هي كلها في الباك، هو التعب الكبير بصح الجامعة لا اقرا شوي شوي تنجح. هذه الفكرة اللي كامل الطلاب يمشيوا بها، وفي النهاية إما ينجحوا بمعدل ضعيف ما يوصلهمش الشيء هما حابين بعد كاين تخصصات في الماستر وهكا، ولا ما ينجحوش اصلا وبالغلط خاباج ونولي ونخرج وما نخرجوش. ايتو اول حاجه الجامعه كما قلت لك فيها تعب وفيها مجهود كبير، ودائما وابدا الحاجه ترتكز على النجاحات ومراتب وانك تطلع وتنجح، ديما خلفها اجتهاد عظيم وسهر الليالي وتعب وحل وممارسه وطموح كبير واراده كبيره وعزيمه. تسمى النجاح في الجامعه من سنه الى سنه هو يحتاج تعب كبير، يحتاج حل التمارين، يحتاج كتابة الدروس وفهم الدروس والممارسة وتسهر الليل وتجيب وتدي ومن. أول حاجة أول نصيحة نبدأ أنا فيها نقول لكم أنكم لازم تحضروا كامل الحصص، ولكن ما حضرتوهم شو غاب وغبتيو في هذاك النهار وراحوا عليكم عوضوهم مع الجروب الأخرين، يعني ما تضيعش عليك الحصة تاعك وعاودها وريكيبيريها، لأنه أنت الدرس مهم جدا لازم تتبع مع البروف وتفهم فهموا بيا، ما تقدرش تجيب مليح لو كان ما فهمش الدرس تاعك، تسمى لازم تفهمه باه تقدر تخدم، لازم تفهم الدرس تاعك. هذه الحاجه الاولى نبه عليها، عندك انت في الجامعه كور وعندك تي دي لازم تحضرهم. الكور ما فيهش الحضور اللي كامل اللي زلاف ما يحضروهش، الكور فيه الدرس الكبير، لازم انت تحضر الكور والتطبيقي في التي دي وتفهم عليهم في زوز في التي دي والكور. يعني اول حاجه الحضور اجباري باه تفهم الدرس تاعك، باه تفهم المواضيع على ما يحكي، باه تشوف وتفهم لازم تحضر بغض النظر عن الغيابات والتنقيط عليهم، اكيد لما التي دي داخله فيها الغيابات هذه بغض النظر عليها لازم تفهم الدروس تاعك باش تقدر تجاوب في لي كونترول. المهم ثاني حاجه في الحصص تاع التي دي، الحصص تاع التي دي لازم تركز مليح مع البروف وهو قاعد يشرح، ولكن ما فهمتيش حاجه حبسوا وسالوا، لانه شوف التمارين تاع التي دي يشبهوا بزاف بزاف في لي كونترول. نرجع نعاود نقول التمارين تاع التي دي يشابهوا بزاف بزاف في الكونترول، لذلك لازم تفهم مليح التمارين تاع التي دي باه في الكونترول يجيك ساهل وتقدر تجاوب عليه، لانه قاعدين يتعاودوا ومرات يتبدلوا فقط الارقام، يقعد نفس الخدمه نفس السؤال الاول نفس الثاني نفس كل شيء، يعني الارقام يتبدلوا. لذلك طلابي لازم عليك تسال البروف تاعك كي ما فهمتيش حاجه، وشوف انت يعني هذه العفسه دي راح يديرها اكيد للطالب المشاهد واللي يستوعب عليا مليح، انه مثلا اذا كان انتم طلابي ما فهمتيوش مع بروف تاعكم المسؤول عليكم، تقدروا تعاودوا مع لي بروف تاع اصدقائكم يخليكم تدخلوا معاهم عادي، يعني دوبليو الحصص باش تفهموا اكثر الحوايج اللي ما فهمتيوهاش واللي ما استوعبتيوهاش داركوها اكثر. هذه اكيد وكما نقولوها لي موك اللي دائما في الاوراق الملونه تستخدم، باردون
تستخدم الهايلايتر دائما وابدا، والاوراق الملونه تكتب فيهم يومك اللي تاعك، عند الدرس الاساسيه تاع الدرس تلصق فيهم وتكتب، وهي تطر فيها العناوين المهمه في لاسيري وفي الورقه تاع الملخص تاعك كذلك. وكما قلت لك تبع هذه الخطوات صدقني راح تنجح بمعدل مليح، ما شبك تنجح ب 10 11 معدل عفوا مع الجيدين، وتجي ماجور دو برومو كيما نقولوها بسهوله. ما تسمعش كلام الناس الجامعه صعيبه تقرا ما تديش، ولا اقرابك او تدي او تلحق وهي ما كاش منها، اللي يتعب يلقى اللي ما يتعبش او ما يلقاش. لذلك ما تتبعش يقول لك نقل وكوبي ودير ودير منه ومن كذلك، ما ينفعوكش وراح يضروك. ما تسمعش اللي يخوفك وما تسمعش اللي يضحك عليك، اسمع لقلبك ومشي في المنطق. نقرا نلقى، ما نقراش ما نلقاش. الجامعه عام عادي، دراسه عاديه، دروس اختبارات عاديه جدا، لازم تتعب كيما الباك كيما السنوات الاخرى. ما تنساش اكيد تلخص دروسك، تنظم وقتك، تقرا المواد كامل، لي موديل كامل، كل شيء عاملك. ما تستهين بحتى موديل كامل راح يوقف معك، راح يعاملك لي موديل هادو وقت صح تلقاهم صدقني. لخص، دير الخرائط الذهنيه راح يفيدوك. لكن نتوما عندكم الادب عندكم الحفيظه بزاف، يدو الخرائط الذهنيه بزاف راح يفيدوكم. وتوكل على ربي دائما وابدا، ربي سبحانه هو اللي بيدو كل شيء، مدبر الامور كامل ان شاء الله. وهذه قد نهضر فيها والنصائح قد ننصحكم فيهم، هادو كامل عن تجربة واقعية وليس قد نحكي على الهواء المطلق فقط، تجربة واقعية وصلت معنا كامل. لذلك بون كوراج لي زيلاف تاعي، طلعوا اكيد للجامعة ان شاء الله يا ربي تديو معدلات مليحة وتفرحونا ان شاء الله في ليكزاما، وتخدموا ان شاء الله، وكتبوا لي في لي كومونتير واش حوالكم مع الجامعة، كيف اموركم، كيف القراية معاكم، كيف نظمتي ارواحكم. واكيد توكل على ربي هو اللي بده كل شيء دائما وابدا، ربي يكون معاكم دائما وابدا.